أهلا وسهلا بكم من جديد، سعيد بلقياكم صراحة إخواني المتداولين. كما ترون قمت بشرح في الفيديو السابق بكيفية يعني عمل كاستمايز لهذه الصفحة التي أمامنا لعرض الأزواج المفضلة، وأيضا قمت بشرح كيفية عمل أو وضع أمر بيع أو شراء مباشر مع تحديد تيك بروفيت وستوب لوز. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أقوم بشرح كيف التعامل مع الشارت وأيضا الفريمات، وإن شاء الله إن بقي لدينا الوقت سوف أقوم بشرح كيف تضع أوامر معلقة بيع أو شراء. كما ترون إخواني في الفيديو السابق قمت بوضع أمر مباشر على جي بي بي ياباني. سوف أقوم الآن بعرض شارت لهذا الزوج وتحديد الفريمات لعمل التحليل المناسب على زوج جي بي بي ياباني. إذا أردت أن أقوم بعرض الشرط يكفي السحب بأصبعي من اليمين إلى الشمال فوق السعر المشار إليه حاليا، يكفي السحب من اليمين إلى الشمال كما ترون، كما سأفعل الآن هكذا. كما ترون هنا في اليمين الخط الملتوي، وأيضا هناك القلم في الوسط لعمل تحديد لستوب لوز وجني الأرباح، وهناك أيضا الدائرة التي على اليسار لعمل غلق أو إيقاف الأمر كما سأشرح إن شاء الله يعني إن بقي لدينا الوقت. الآن سوف أقوم بعرض الشارت لهذا الزوج، يكفي الضغط على الخط الملتوي على اليمين هكذا. الآن سوف يتم تحميل الشموع، هما كما ترون الآن هذا هو الشارت جي بي بي ياباني أو المجنون كما يصطلح عليه. أمامنا الشارت وأيضا في القائمة في الأعلى كما ترون رمز يعني الورقة عليها يعني أمر إضافة. إذا ضغطنا عليها بشكل مباشر كما سترون، سأضغط على رمز الورقة في الأعلى، أضغط عليها تعطينا هذه الصفحة. لمن شاهد الفيديو السابق سوف يكون يعني قد يعرف ما يفعل بهذه الصفحة، وإن لم يشاهد الفيديو السابق أنصحه بمشاهدة الفيديو السابق لكي لا أعيد الشرح وإضاعة الوقت. سوف أقوم بالرجوع. كما ترون بجانب رمز الإضافة على الورقة في الأعلى، بجانبها رمز يشير إلى الساعة. إذا ضغطنا على ذلك الرمز كما سترون سوف يصبح بإمكاني يعني تحديد أي فريم أريد العمل عليه على الشرط. كما ترون هناك فريم الدقيقة و5 دقائق و15 دقيقة والساعة و4 ساعات. سوف أقوم الآن باختيار فريم الساعة، سوف أضغط على أشوان، أضغط عليه كما ترون. الآن الشرط هنا أمامي على فريم الساعة، سوف أقوم باختيار الويكلي كما ترون. الآن الشارت على فريم الويكلي على رمز يعني حرف F كما ترون. سوف أضغط على F للتعامل مع المؤشرات، سوف أضغط على F كما ترون. هناك مؤشرات يعني تقوم بالتموضع أو التمركز مباشرة على الشارت. هنا كما ترون في الأعلى Main Chart، إذا ضغطنا هنا سوف يكون بإمكاننا يعني اختيار مؤشرات تتموضع مباشرة على الشارت، وأيضا هنا
مؤشرات أخرى تتم وضع أسفل الشرط. مثلا إذا أردنا اختيار مؤشر كما ترون، سوف أعمل مثال، أضغط هنا وأختار مثلا المومنتوم. أوكي، أضغط على المومنتوم ثم أضغط فوق على دان. أوكي، كما ترون هنا تم إضافة المومنتوم إنديكيتور على المؤشر السابق. كما ترون هنا إذا ضغط في القائمة الأسفل، عندي هنا الشموع، إذا ضغط على الشموع سوف يتم مباشرة عرض الشارت، يعني آخر شارت تم العمل عليه. بجانبه هناك السهم يعني المرتفع، إذا ضغطت عليه هنا في الأسفل كما ترون بجانب الشموع، سوف أضغط على ذلك السهم الرقيق المشير إلى الأعلى. هنا يوضح لي الأوامر اللحظية المفعلة حاليا، وأسفل منها مباشرة ترى الأوامر المعلقة كما ترون هنا. عندي هنا أوامر لحظية مباشرة وحالية أيضا، وهنا أوامر معلقة. بجانبه في القائمة في الأسفل بجانب رمز السهم الرقيق المرتفع مشير إلى الأعلى، بجانبه رمز آخر مثل المحفظة. هذا الرمز مثل المحفظة إذا ضغطنا عليه يشير لك هنا على الهيستوري، يعني تاريخ أو ما الأوامر التي قمت بها في آخر الأيام أو الشهور. بإمكانك تحديد يعني كاستمايز للهيستوري بالضغط فوق في الأعلى على رمز الكالندر هنا، الضغط على الكالندر ثم تختار هل تريد الهيستوري للديلي أو اللاست ويك كما ترون هنا لكي لا أضيع الوقت. وبجانب في القائمة الأسفل بجانب المحفظة إذا ضغطنا هنا سوف يكون بإمكانك قراءة الرسائل التي تواصلت بها. إخواني الكرام، كي لا أطيل في الفيديو سوف أتوقف هنا، وسأقوم بشرح الأوامر المعلقة في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء إخواني الكرام.